شكرا السيدة علي الطياشي عن الحزب الدستوري الحر، المبادرات اللي ممكن تتقدموا بها في 99 الأولى تحت قبة البرلمان إذا نجحتوا في الوصول إلى مجلس نواب الشعب. شكرا. هو في الحقيقة العمل التشريعي ينظر إليه على مدى بعيد باش يطبق برنامج، ولكن فما أولويات بوبوها في الجانب الاقتصادي هي القوانين التي تستحث نسق الاستثمار وتشجيع الشباب على بعث المشاريع الخاصة. في الجانب الاجتماعي القوانين التي تهدف إلى العناية بأصحاب الاحتياجات الخصوصية وإلى العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي وضمان التغطية الاجتماعية لهم. أبرز هذه القوانين لو تسمح يعني فقط. عفوا. أبرز هذه القوانين اللي كنت تتحدث عليها. قلنا في الجانب الاقتصادي هو قوانين تستحث نسق الاستثمار في الجهات عن طريق الشباب بقروض ميسرة وبإلغاء جميع أو الأجزاء الكبيرة من الوثائق اللي باش يكون بها الشاب مشروعه. ذوي الاحتياجات الخصوصية في الرعاية الصحية والطبية والإدماج والتشغيل. ثم مشروع قانون لعمل الأمنيين والعسكريين في ظروف آمنة وفي نطاق احترام الحقوق والحريات. في الجانب السياسي تعديل القانون الانتخابي بما يسمح بمنع السياحة الحزبية وبمشاركة أوسع على أساس التناصف في المجالس التمثيلية ومواقع القرار بالنسبة للمرأة والرجل جنبا إلى جنب. هذه مجمل المشاريع اللي ممكن تكون متأكدة سنعمل على تحقيقها في 99 يوم. شكرا. تكسحها سي علي الطياشي.